الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 16 من دروس السيرة النبوية الوافي بشرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية. وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله: وفي السنة 12 من البعثة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ففرض الله عليه وعلى أمته الصلوات الخمسة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين، أي ليست رؤيا منام. أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم. وقال تعالى: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. الآيات. وتفسير هذه الآيات: والنجم إذا هوى قسم من رب العالمين سبحانه وتعالى، والله يقسم بما شاء، قسم بالثريا إذا غابت أي في السماء. قال: ما ضل، أي ما حاد عن الحق، ما ضل النبي صلى الله عليه وسلم وما حاد عن الحق. قال: وما غوى، أي ما اعتقد باطلا أبدا صلى الله عليه وسلم. قوله: إن هو إلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به صلى الله عليه وسلم، يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان. قال: شديد القوة، قال: ملك شديد القوة، وهو جبريل عليه السلام. قال تعالى: ذو مرة، أي صاحب قوة ومنظر حسن. قال: فاستوى، أي ظهر مستويا على صورته الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: بالأفق الأعلى، أي أفق السماء عند مطلعها. قال: ثم دنا، أي اقترب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى، أي زاد في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله: فكان قاب قوسين، أي كان دنوه مقدار قوسين من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأوحى إلى عبده، أي أوحى الله عز وجل إلى عبده وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: أفتمارونه، أي أتكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فتجادلونه. قال: ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى في صورته الخلقية الحقيقية، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة ثانية في صورته الحقيقية. قال: عند سدرة المنتهى، وهي شجرة النبق في السماء السابعة، كما سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله تعالى في حديث الإسراء والمعراج. ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم: فراش من ذهب، أي يغشى هذه السدرة ما يغشى، أي فراش من ذهب. في قوله تعالى: ما زاغ البصر، هذا تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما مال بصره يمينا ولا شمالا ولا زاغ. قال: وما طغى، أي ما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر برؤيته صلى الله عليه وسلم. هذه تفسير الآيات، تفسير مختصر لهذه الآيات.
المبحث الأول معنا إن شاء الله تعالى الإسراء لغة وشرعا. يقول أهل اللغة: الإسراء مأخوذ من الصرى وهو السير ليلا، لذلك تقول أسرى وسار إذا سار ليلا، وهذا قول أكثر أهل العلم. الإسراء شرعا السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، أي يضع حافره، هذه الدابة تضع حافرها عند منتهى البصر، أي ما يسمى الآن بسرعة الضوء، أو قد يكون أسرع من ذلك. إذن هذا هو الإسراء. ما هو المعراج؟ المعراج باللغة السلم، من العروج أي الصعود، كأنه آلة له، أي آلة صعد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. المعراج شرعا لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسراء نصب له المعراج، هو سلم كما سيأتي معنا، فصعد فيه إلى السماوات. المبحث الثاني تاريخ الإسراء والمعراج. قال ابن عبد البر: كان بين الإسراء إلى اليوم الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وشهران، وذلك سنة 53 من عام الفيل، أي أن الإسراء كان في السنة 12 من بعد البعثة كما مر معنا. وقد نقلت لكم في كتابي الوافي كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري من اختلاف كبير بين العلماء في سنة الإسراء وفي شهر الإسراء، فالله أعلم. المبحث الثالث قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في الأحاديث الصحيحة. وهنا ننبه إلى رسالة جميلة للعلامة الألباني رحمه الله اسمها الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجهما وبيان صحيحها. هذه رسالة جميلة للعلامة الألباني رحمه الله، ننصح بمراجعتها. والآن إن شاء الله تعالى سأنقل لكم حديث الإسراء كما جمعته جمعا كبيرا مما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعته من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه يتحدثون عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري من ثغرة نحره إلى شعرته، أي شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال: فاستخرج قلبي. قال: ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست أي بإناء من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه. قال: وأوتيت بالبراق. قال: وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه كما قلنا، سريع جدا ما يشبه الآن سرعة الضوء أو أكثر. قال: ملجما مسرجا. ملجما أي الحديدة التي توضع على فم الفرس. قال: مسرجا أي السروج والفرش الذي يوضع على ظهر الدابة ليركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه الدابة جاءت مجهزة لركوب النبي صلى الله عليه وسلم فوقها. قال: فاستصعب عليه، أي أبى أن يركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا، أي نزل وسال العرق من هذه الدابة حياء مما فعل، وهو كان لا يدري بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فركبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر مكان، وهو قائم يصلي في قبره. قال: فلما انتهينا إلى بيت المقدس
قال جبريل بإصبعه فخرق به الحجر، أي خرق جبريل عليه السلام بإصبعه الحجر وشد به البراق، أي الحبل الذي في البراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: وضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فقال: اشرب أيهما شئت. قال: فأخذت اللبن. قال: فشربته. قال جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب، أي يصف النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام. قال: فإذا رجل ضرب، أي خفيف اللحم ليس بسمين. قال: طوالا، أي موسى عليه السلام كان طويلا جسيما صلى الله عليه وسلم. جعدا، قالوا الجعود هنا أي في جسده، أي كان مكتنز الجسد يعني قوي عليه السلام، وقيل أنه كانت جعود في رأسه، وقيل في حديث آخر أو جاء في حديث آخر أنه كان رجل الشعر، فقيل أن الجعود هنا في الجسد وليست في الرأس، والله أعلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنه من رجال شنوءة، أي من رجال قبيلة شنوءة، وهي قبيلة معروفة بالطول. قال: وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض. مربوع الخلق كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أي ما بين الطول والقصر. قال: إلى الحمرة والبياض، أي أبيض محمرا، وهذا يدل على جماله عليه السلام. قال: صبط الرأس. صبط الرأس أي مسترسل الشعر، وجاء في رواية أنه أيضا جعد، والجعودة هنا أي كما جاء في وصف موسى عليه السلام هي جعودة الجسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. قال: وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه أباه إبراهيم عليه السلام. قال: فحانت الصلاة فأممتهم. قال: فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم علي. قال: فالتفت إليه فبدأني بالسلام. قال: ثم أخذ بيدي، أي جبريل عليه السلام، فعرج به إلى السماء الدنيا. إذن هنا انتهت رحلة الإسراء وبدأت رحلة المعراج، وهي الصعود إلى السماوات العلى كما سيأتي معنا. قال: فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، أي قال جبريل للملك الذي هو حارس للسماء، فقال خازن السماء: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. هل هنا أرسل إليه أي بمعنى أنه نبي أو رسول؟ أظن أن الراجح من أقوال أهل العلم في سؤال الملك أرسل إليه، أي هل أرسل إليه أن يصعد إلى السماء؟ فقال جبريل: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال: ففتح لنا، فلما فتح علونا السماء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما خلصت فإذا فيها آدم، قال: قاعد على يمينه أسودة، أي رؤوس سوداء كثيرة، وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، أي نظر هكذا آدم عليه السلام فضحك. قال: وإذا نظر قبل يساره، أي نظر على الشمال هكذا، قال: بكى. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، أي أبناؤه كلهم. قال: فأهل اليمين منهم أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. قال: والأسودة التي عن شماله أهل النار، نعوذ بالله من النار. قال: فإذا نظر عن يمينه هكذا، نظر إلى أهل اليمين إلى أهل الجنة ضحك،
وإذا نظر قبل شماله أي نظر قبل أهل النار بكى. قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال فسلمت عليه، فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء؟ قال ففتح. قال فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال هذا يحيى وهذا عيسى، قال فسلم عليهما، قال فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قال ودعوا لي بخير، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال هذا جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء؟ قال ففتح أي أبواب السماء. قال فلما خلصت إذا يوسف قد أعطي شطر الحسن أي نصف الجمال، قيل أعطي شطر الحسن أي نصف الجمال، جمال بني آدم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نصف جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك فالله أعلم. قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قال فرحب ودعا لي بخير. قال ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء؟ قال ففتح. قال فلما خلصت إلى إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قال فرحب ودعا لي بخير. قال هنا كما قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا أي إدريس عليه السلام. قال ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء؟ قال فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قال مرحبا به فنعم المجيء جاء؟ قال فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزت بكى أي بكى موسى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. هل موسى عليه السلام حسد؟ أعوذ بالله، الأنبياء معصومون، ولكن موسى عليه السلام بكى أسفا على ما فاته من الأجر، وأن الله عز وجل رفع درجة النبي صلى الله عليه وسلم ودرجة أمته أكثر، وهذا يستلزم أن أجر موسى أقل من أجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موسى عليه السلام كما سيأتي معنا كان حريصا جدا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في هذه الرحلة المباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، هذا البيت المعمور فوق الكعبة في السماء السابعة كما سيأتي معنا. قال مسندا ظهره إلى البيت المعمور، قال هذا أبوك فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. هنا نلاحظ أن آدم عليه السلام
وأن إبراهيم عليه السلام كلاهما رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، أما باقي الأنبياء قالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، لأن آدم هو أبو البشر وأن إبراهيم عليه السلام هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كلاهما قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال فسألت جبريل قال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، أي كل يوم يدخل 70,000 ملك يصلون في البيت المعمور لا يدخلون إليه ثانية. انظروا كم عدد الملائكة، عدد لا يعلمه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، قال فإذا نبقها أي هذه الثمار ثمار النبق مثل قلال هجر أي في شكلها. هجر هذه قرية قريبة من المدينة سميت القلال التي تصنع فيها باسمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصف شكل نبق هذه الشجرة قال مثل قلال هجر، قال وإذا ورقها مثل آذان الفيلة تشبه أذن الفيل، قال هذه سدرة المنتهى، قال وغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي، قال ابن مسعود فراش من ذهب أي غشيها من أمر الله فراش من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشي تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. هذه الشجرة جميلة جمالا لا يوصف، نسأل الله من فضله. قال يخرج من ساقها أي من ساق هذه الشجرة 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. أبشروا يا أهل مصر ويا أهل العراق، النيل والفرات ينبعان من سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، قال فأخذت اللبن، قال جبريل عليه السلام هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، الجنبذة هي القبة، قبة في الجنة مستديرة مقوسة جوفاء ولكنها من لؤلؤ، قال وإذا ترابها المسك، تراب الجنة المسك. قال بينما أنا أسير في الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، أي هذا النهر له حافتان كلاهما من قباب الدر المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه طين هذا النهر مسك أذفر، أي مسك طيب الرائحة، نسأل الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي صوت جريان هذه الأقلام بما تكتب من أمر الله عز وجل. قال فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة، قال فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قال قلت فرض 50 صلاة. قال موسى عليه السلام انظروا هذا حرص موسى عليه السلام علينا، قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، أي قال موسى عليه السلام أيضا إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لن تستطيع ذلك. قال فرجعت فوضع عني 10، قال فرجعت إلى موسى فقال مثله،
قال فرجعت فوضعني 10. قال فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت. قال فأمرت 10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فراجعته. فقال هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. لم تكتب شيئا أي لم تكتب سيئة، لكن إن تركها خوفا من الله عز وجل كما جاء في الحديث الآخر قال وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. قال فإن عملها أي عمل السيئة كتبت عليه سيئة. قال فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت نادى مناد. وهذا دليل واضح كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله بلا واسطة. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجز الحسنة 10. هذا هو حديث الإسراء والمعراج كما جمعته من الروايات الصحيحة، والله أعلم. فوائد مهمة. فائدة 1، أين بات النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء؟ نقلت لكم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد جمع فيه بين أقوال أهل العلم والأحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. فقال الحافظ رحمه الله كعادته في الجمع بين الأقوال، قال والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ أي بنت أبي طالب بنت عمه أبي طالب. قال وبيتها عند شعب أبي طالب. قال ففرج سقف بيته صلى الله عليه وسلم. قال وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه، فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد، فكان به مضجعا وبه أثر النعاس أي النوم، ثم أخرجه الملك إلى المسجد فأركبه البراق. قال وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق. قال وهو يؤيد هذا الجمع، أي إذن هذا الجمع الذي جمعه الحافظ ابن حجر رحمه الله، والله أعلم. فائدة 2، كيف عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ بعض الناس يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به على دابة البراق، وهذا ليس بصحيح، إنما الإسراء كان على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما المعراج قال ابن كثير لما فرغ صلى الله عليه وسلم من أمر بيت المقدس نصب له المعراج وهو السلم، فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق كما يتوهمه بعض الناس، بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع إليه إلى مكة. قال فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة، أي جاوز السماء السابعة، والله أعلم. وهكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد ذكر في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق والبيهقي في دلائل النبوة، قال في الحديث ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصليت ثم أتيت بالمعراج. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يؤيد هذا الكلام الذي قال به من الأحاديث، وهذا الذي قاله أيضا ابن كثير كما قلنا وغيرهما من أهل العلم، والله أعلم. فائدة 3، اختلاف الرواة في ترتيب ما بعد السماء السابعة من الآيات. قال الألباني رحمه الله وأعلم أن الرواة قد اختلفوا على قتادة في ترتيب ما بعد السماء السابعة من الآيات. قال ففي رواية الدستوائي منهم أي هشام الدستوائي قال وهو أوثقهم جعلها على الترتيب الآتي كما سبق: البيت المعمور ثم الأواني ثم سدرة المنتهى ثم الأنهار.
قال: وأما رواية همام وهو ثقة ربما وهم عند ابن حجر فقد رتبها ترتيبا آخر، قال: السدرة، سدرة المنتهى، ثم الأنهار، ثم البيت المعمور، ثم الأواني. قال: وهي رواية البخاري، وفي أخرى عنده عنه خلافها. والحافظ رحمه الله تعالى قال قبل الألباني كلاما مشابها لذلك، وقال الحافظ: ويجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل ثم، أي قول ثم، على غير بابها من الترتيب، أي هذا ليس على ذكر الترتيب، وإنما ثم هنا بمعنى و. المهم أن هذا خلاف سهل يسير لا يؤثر في المعنى العام، والله أعلم. الفائدة الرابعة: نفي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس، وهذا أمر عجيب. عن زر بن حبيش رحمه الله قال: أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فانطلقت، أو قال: انطلقنا حتى أتينا على بيت المقدس. قال: فلم يدخلا. قال: قلت: والدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ وصلى فيه. قال: ما اسمك يا أصلع؟ أي حذيفة بن اليمان يقول لزر بن حبيش: قال: فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك. قال: قلت: أنا زر بن حبيش. قال: فما علمك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه ليلة إذ؟ قال: قلت: القرآن يخبرني بذلك. قال: من تكلم بالقرآن فلج، أي غلب بالحجة. قال: اقرأ. قال: فقرأت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الآية. قال: فلم أجده صلى فيه. قال: يا أصلع، هل تجد صلى فيه؟ قال: قلت: لا، أي أن هذه الآية ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد الأقصى. قال: قلت: لا. قال: والله ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، ولو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق، أي في مكة، والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء، أي أن جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فارق البراق. قال: فرأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع. قال: ثم عاد عودهم على بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجزه. قال: ويحدثون أنه ربطه، أي ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق، أليفر منه؟ أي يقول حذيفة: هل ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق؟ هل البراق سيفر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جبريل؟ قال: وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. قال: قلت: أبا عبد الله، أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر. وقد رد على كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه العلماء. قال أبو جعفر الطحاوي: وكان ما رويناه عن ابن مسعود، أي هذا الكلام رواه ابن مسعود، قال: وأنس وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك أولى من نفي حذيفة أن يكون صلى هناك. قال: لأن إثبات الأشياء أولى من نفيها. إذن حذيفة نفى العلم عن نفسه ولا يعلم ذلك، لكن أثبته أبو هريرة، لأن أبا هريرة أثبته في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أثبته ابن مسعود، كذلك أثبته أنس رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا قال البيهقي رحمه الله، قال: كان حذيفة لم يسمع صلاته في بيت المقدس. قال: وأما الربط، أي كيف يقول حذيفة هل ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق أليفر؟ قال: وأما الربط فقد رويناه أيضا في حديث غيره. قال البيهقي: والبراق دابة مخلوقة، وربط الدواب عادة معهودة، وإن كان الله عز وجل لقادرا على حفظها. قال البيهقي: والخبر المثبت أولى من النافي، وبالله التوفيق. وهكذا قال ابن كثير وغيره، والله أعلم. الفائدة الخامسة: الرد على من أنكر صحة وقوع شق الصدر ليلة الإسراء. مر معنا في حديث الإسراء والمعراج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه. قلت: مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره 3 مرات أو أكثر،
كما تكلمنا عنه في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقد قال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم: لا يلتفت لإنكار شق الصدر ليلة الإسراء لأن رواته ثقات مشاهير، والله أعلم. وبذلك أيضا قال ابن حجر وغيره: إذن ثبت شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وثبت شق صدره صلى الله عليه وسلم عند البعثة كما قال الحافظ ابن حجر، كذلك عند رحلة الإسراء والمعراج، فالله أعلم. الفائدة السادسة: لماذا اختص الله عز وجل موسى عليه السلام بهذا دون غيره؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قيل اختص موسى عليه السلام بهذا دون غيره ممن لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، لأنه أول من تلقاه عند الهبوط، ولأن أمته أكثر من أمة غيره، وقد عانى موسى عليه السلام مع أمته أكثر من غيره، وخصوصا أنه يعني بعث إلى بني إسرائيل، وبعث إلى فرعون وهامان وقارون وغير ذلك. فموسى عليه السلام كان ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، خوفا وشفقة على أمة الإسلام، لأنه عانى كثيرا من بني إسرائيل، وأنتم تعلمون أن بني إسرائيل قوم كثير الجدال وكثير المراء وغير ذلك، فالله أعلم. المبحث الرابع نقلناه لكم وليرجع إليه في كتاب الوافي، فهو مبحث مهم، وهي رواية شريك بن عبد الله وعليها مآخذ ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين. هذه الرواية نقلها لنا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وفيها مخالفات كثيرة. قال الخطابي: ليس في هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري، حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل. وقال كذلك الخطابي رحمه الله تعالى، وقال كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: ورواه مسلم، أي روى هذا الحديث الإمام مسلم، عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن سليمان قال: فزاد ونقص وقدم وأخر، أي أن الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر الحديث وإنما ذكر هذه الكلمات، فزاد ونقص وقدم أخر، قال: وهو كما قاله مسلم، أي قال ابن كثير هذا، فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأتي بيانه. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال: قد غلط الحفاظ، أي حفاظ الحديث، شريكا، أي شريك بن عبد الله، في ألفاظ من حديث الإسراء، قال: ومسلم أورد المسند منه، أي هذا الحديث، ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، قال: ولم يسرد الحديث، أي أن الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر هذا الحديث فأجاد رحمه الله. الحافظ ابن حجر رحمه الله، نقلت لكم بحثا كاملا في كلامه، وقد نقل الحافظ رحمه الله المواضع التي يعني خالف فيها شريك بن عبد الله ما رواه الحفاظ الثقات. قال الإمام الحافظ: فهذه أكثر من 10 مواضع بلغت 12 موضعا، كلها خالف فيها شريك بن عبد الله الحفاظ الثقات في رواية الإسراء والمعراج. والإمام الحافظ رحمه الله نقل هذه النقاط وحاول التوفيق بين بعضها، ولكنه لم يستطع أن يوفق بين كل هذه المخالفات في المواضع. قال الألباني رحمه الله: ولذلك فإن القلب لا يطمئن للاستفادة من حديثه، أي من حديث شريك بن عبد الله، إلا فيما توبع عليه، وهو قليل جدا، وقد حسن الحافظ بعضها، والله أعلم. إذن هذا الحديث لا يخلو من مخالفات لشريك بن عبد الله مع الحفاظ الثقات في هذا الحديث، وقد نقلنا لكم ذلك بشيء من التفصيل في كتاب الوافي، فليرجع إليه، والله أعلم. خلاصة هذا الكلام أن هذا الحديث وإن كان رواه البخاري فهو حديث إن صح بعضه، لكن الحديث لم يصح في مجمله، والله أعلم. المبحث الخامس: الإسراء والمعراج بالروح والجسد يقظة لا مناما في ليلة واحدة. قال الإمام النووي، وقد لخص القاضي عياض رحمه الله في الإسراء جملا حسنة نفيسة: فقد اختلف الناس في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنما كان جميع ذلك في المنام، إن كان في المنام فليس هناك معجزة وليست هناك آيات،
يقول: والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم. قال: والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. أي أن هذا الكلام ليس يستحيل على رب العالمين سبحانه وتعالى، فنحتاج إلى تأويل لهذا الكلام الصحيح الذي ثبت بالروايات الصحيحة، والله أعلم. إذن خلاصة الكلام أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده صلى الله عليه وسلم، في اليقظة ليس في المنام، في ليلة واحدة وليس في ليلتين. فائدة مهمة قول ابن إسحاق: جواز أن يكون الإسراء رؤيا، ورد ابن كثير عليه. الحقيقة أن ابن إسحاق جوز أن يكون الإسراء رؤيا، وجوز أن يكون حقيقة، والحقيقة التي لا يشك فيها مسلم، ثبت عنده الأحاديث الصحيحة كما بينا، جاءت في الكتب الصحاح في البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب الستة وغيرهما من كتب الثقات العدول من أهل العلم، وصححها جماهير أهل العلم. هذا لا يمكن أن يكون إلا أن يكون الإسراء والمعراج وقع يقظة في ليلة واحدة، وأن يكون بالروح والجسد معا، فالله أعلم. قد نقلنا لكم كلام ابن إسحاق ورد ابن كثير عليه، والله أعلم. الفائدة الثانية: فرق الواقدي بين الإسراء والمعراج وجعلهما في تاريخين، وهو خطأ، بل كان في ليلة واحدة، وقد نقلنا لكم ذلك أيضا. قال الذهبي: فرق الواقدي كما رأيت بين الإسراء والمعراج وجعلهما في تاريخين. الفائدة الثالثة: اختلاف الناس في الإسراء. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب الذي عليها أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. قال ابن القيم: ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، أي وقع مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى يصير 5، ثم يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10 10. هل هذا يعقل؟ لا يعقل، والله أعلم. وقال البيهقي: وفي رواية ثابت عن أنس دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس. قال الألباني معلقا على كلام البيهقي رحمهما الله: وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، والله أعلم. المبحث السادس: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة المعراج؟ قال أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة: أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلف ولم يشك ولم يرتاب أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة. قال إمام الأئمة: فتفهموا المسألتين، لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل. إذن إمام الأئمة رحمه الله يذكر أن الخلاف هنا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قبل أن يموت أم لا، لكن ليس هناك خلاف في أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والله أعلم. قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين؟ قال: ولقد رآه نزلة أخرى. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، أي في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وفي قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. أي جبريل عليه السلام يسد ما بين السماء والأرض من شدة ومن عظمة خلقه عليه السلام.
فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ وعن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وعن أبي هريرة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. وعن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم أي هو خليل الرحمن، والكلام لموسى أي موسى كليم الله، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي تبارك وتعالى. وعن ابن عباس أيضا في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه. وعنه أيضا قال رآه بقلبه. قال وفي رواية قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. إذن ابن عباس نقل غير ما نقلته أمنا عائشة رضي الله عنها وغير ما نقله أبو ذر وأبو هريرة. وقال أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجز فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة. قال وذكر اختصاص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية كما خص نبيه إبراهيم بالخلة من بين جميع الخلق. قال وخص الله كل واحد منه بفضيلة وبدرجة سنية كرما منه وجودا كما أخبرنا عز وجل في محكم تنزيله في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أبو سعيد الدارمي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ونقل قول عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ابن تيمية رحمه الله قال كلاما جميلا، قال الرؤيا التي ثبتت في الصحيح عن ابن عباس أنه رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤيا. قال من الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت رؤيا العين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. قال ابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. قال ابن تيمية والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. قال وكذلك نقل عن إمام أحمد رحمه الله قال ابن تيمية وليس في الأدلة ما يقتدي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها، فنقف عن هذه المسألة فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال فإثبات ذلك أو نفيه صعب والوقوف سبيل السلامة والله أعلم. قال وإذا ثبت شيء قلنا به ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا من نفاها، بل نقول الله ورسوله أعلم. قال بل نعنف، أي الذهبي يقول هذا، ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية الله في الآخرة ثبت بنصوص متوافرة والله أعلم. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله جنح إلى الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب والله أعلم. فائدة معنى قوله لا تدركه الأبصار، قال أبو بكر بن خزيمة أي أبصار أهل الدنيا قبل الممات. قال ابن العثيمين رحمه الله أن الآية فيها نفي الإدراك، الرؤية لا تستلزم الإدراك، ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا؟
فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، والله أعلم. المبحث السابع في ذكر سدرة المنتهى. قال تعالى: قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال ابن مسعود: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال ابن مسعود: فراش من ذهب. وجاء في حديث الإسراء الذي مر معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبكها كأنه قلال هجر، قلنا تشبيها له بقلال قرية هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، أي جمع الفيل. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. إذن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم ذكر سبب التسمية، قال: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا من كلام النووي رحمه الله تعالى، كما قال الحافظ ابن حجر، قال: وقول ابن مسعود ثابت في الصحيح فهو أولى بالاعتماد، والله أعلم. وهنا إشكال مهم، أن قول ابن مسعود رضي الله عنه أنها في السماء السادسة، وجاء في حديث أنس أنها في السابعة، لقوله: بعد ذكر السماء السابعة ثم ذهب بي إلى السدرة. وهذا تعارض لا شك فيه. والإمام الحافظ رحمه الله تعالى كعادته حاول الجمع بين الروايات، قال: ولا يعارض قوله إنها في السماء السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة. قال: لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة، وأغصانها وفروعها في السابعة، وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها، والله أعلم. المبحث الثامن: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. هذا ثبت في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، قال: فحانت الصلاة فأممتهم. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وفي نفس الوقت رآهم في السماوات العلى؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال عياض: يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس، ثم صعد منهم إلى السماوات من ذكر أنه صلى الله عليه وسلم رآه. قال: ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا أيضا. قال الحافظ ابن حجر: والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل العروج، أي إلى السماوات العلى، والله أعلم. المبحث التاسع: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء؟ نقلت لكم كلام الحافظ ابن حجر، ولكن وفقني الله عز وجل إلى فهم لعل الله أن ينفع به. قلت: قد ثبت في حديث الإسراء أنه صلى بالأنبياء قبل أن يعرج به، فعن أبي هريرة كما مر معنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم. وأيضا ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث المهاجرين إلى الحبشة، أن الصلاة كانت مفروضة عليهم قبل الإسراء والمعراج. قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي: وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة، والله أعلم. إذن كان هناك صلاة قبل الإسراء والمعراج، فالله أعلم. ولكن الصلوات المعروفة الآن إنما هي فرضت، هذه الصلوات الخمس، في رحلة الإسراء والمعراج، والله أعلم. المبحث العاشر: لماذا سمي أبو بكر الصديق؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق.
قالوا وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم، إني لو صدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. قالت أمنا عائشة: فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. المبحث الحادي عشر: عناد المشركين وكفرهم المستمر. قال ابن كثير: وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو رأى بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائش العقل، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح واجما أي ساكنا، يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه، فتلطف بإخباره أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس، قمت في الحجر أي حجر الكعبة، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر. في ذلك قصة. يقول أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب زيارة ليلا فصلى ثم عرج به، كيف يستطيع أن يصف كل هذا المسجد؟ قال: فقربت قربة ما قربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، قال: فضعت بأمري، أي خاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، كيف يخبر أهل مكة بذلك؟ قال: وعرفت أن الناس مكذبية. قال: فقعد معتزلا حزينا. قال: فمر به عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال أبو جهل: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانين، أي ذهبت إلى بيت المقدس في الليل، ثم جئت الآن إلينا، أصبحت في مكة؟ قال: نعم. قال: فلم يره أنه يكذبه. أبو جهل أراد أن يفكر هذا الأحمق، قال في نفسه: لا أريد أن أكذب محمدا الآن. قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. قال: فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب، زعم أن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب. قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، أي بعض الوصف. قال: فجيء بالمسجد، أي جاء الله عز وجل بهذا المسجد عن طريق ملك أو ما شبه ذلك، فجيء بالمسجد الأقصى وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقاب أو عقيل مكان. قال: فنعته وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى بيت المقدس قبل ذلك، فكيف يصف هذا الوصف الدقيق الكامل؟ ومع ذلك عاندوا وكذبوا، نسأل الله العافية. وعن ابن عباس أيضا قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، أي هذه القوافل التي كانت في الطريق، فقال ناس: نحن نصدق محمدا بما يقول، فارتدوا كفارا، فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل. وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا، لعنه الله، أي كلوا منه.
وفي رواية عن أم هاني إن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح أخبرها بما حدث وقال لها أنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت. قالت أم هاني فأخذت بثوبه فقلت إني أذكرك الله أنك تأتي قوما يذبونك وينكرون مقالتك، أي إذا قلت للناس ذلك الناس اشتدوا عليك وكذبوك وأنكروا مقالتك ودفعوا الناس عنك. قال فأخاف أن يسطوا بك، أي يجتمع الناس عليك فيبطشون بك. قالت فضرب ثوبه من يدي، أي من يد أم هانئ، ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس فأخبرهم ما أخبرني. فقال رجل من القوم يا محمد هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ أنت الآن في الطريق، هل مررت في هذا الطريق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى بإبل كانت في مكان؟ قال نعم والله وجدتهم قد أضلوا بعيرا لهم فهم في طلبه. فقال هل مررت بإبل لبني فلان؟ قال نعم في مكان كذا وكذا، قد انكسرت لهم ناقة حمراء فوجدتهم وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها. قالوا فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاء. قال قد كنت عن عدتها مشغولا لم أستطع أن أعد هذه الإبل والرعاء. قال فقام فأتي بالإبل، أي أتاه جبريل عليه السلام بالإبل، فعدها وعلم ما فيها من الرعاة، ثم أتى قريشا فقال سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة فلان وفلان، وسألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة وفلان وفلان. قال وهي مصبحتكم بالغداة على الثنية، أي ستأتي في الصباح عند مكان كذا. قالت فغدوا إلى الثنية ينظرون أصدقهم ما قال، فاستقبلوا الإبل فسألوا هل ضل لكم بعير؟ قالوا نعم. فسألوا الآخر هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا نعم. قالوا فهل كانت عندكم قصعة؟ قال أبو بكر أنا والله وضعتها فما شربها أحد ولا هراقوه في الأرض. وصدقه أبو بكر وآمن به فسمي يومئذ الصديق. وفي رواية عن إسماعيل ابن عبد الرحمن القرشي قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة في العير قالوا فمتى يجيء؟ قال يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار انتهى اليوم ولم يجئ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس، أي لم تغرب، فلم ترد الشمس على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وعلى يوشع بن نون عليه السلام حين قاتل الجبارين يوم الجمعة. وكان يوشع بن نون عليه السلام يقاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس خاف إن تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه، فدعا الله فرد عليه الشمس حتى فرغ من قتالهم. عن جابر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار. هنا فائدة، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، أي لقتال الجبارين. والجمع بينه وبين أنها حبست للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس لم تحبس على بشر أي قبلي إلا ليوشع، أي ليوشع ابن نون، ليالي سار إلى بيت المقدس، أو أن ذلك قبل أن يحدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. المبحث الثاني عشر، بعض ما رأى صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. أولا رأى نهر الكوثر. قال أنس رضي الله عنه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال فإذا طينه، أو قال طيبه، أي هذا الطين له رائحة طيبة. قال مسك أذفر، أي جميل الرائحة. ثانيا رأى جبريل له 600 جناح ومع ذلك رآه كالحلس البالي من خشية الله. عن الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى،
قال أخبرنا عبد الله أي بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وعن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت أي ينزل من ريشه التهاويل وهي الأشياء المختلفة كالدر والياقوت. وعن عبد الله أيضا قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء أي رأى جبريل قد سد أفق السماء. وفي رواية جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. الحلس كل شيء ولي ظهر البعير والدابة أي ما يوضع على ظهر البعير والدابة. إذن جبريل عليه السلام مع عظم خلقه عليه السلام إلا أنه مثل هذا الحلس من خشية الله عز وجل. ثالثا انتهي به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3. ما هي هذه 3؟ عن عبد الله قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3. أعطي الصلوات 5 كما مر معنا، وأعطي خواتيم سورة البقرة أي آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر البقرة. قال وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. المقحمات أي الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار أي تلقيهم بها، نسأل الله العافية. رابعا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وفي رواية أبي هريرة قال ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي. قال أيضا وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي. قال أيضا وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي. خامسا وصية إبراهيم عليه السلام. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان أي جمع قاع وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر. قال وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سادسا رأى بلالا في الجنة. عن ابن عباس قال ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع من جانبها وجسا أي حس صوت قال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلال المؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح بلال رأيت له كذا وكذا. سابعا رأى عاقر الناقة ورأى بعض العصاة في النار. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم أي بهذه الأظفار يخدشون بها الوجوه والصدور. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرد شفاههم بمقاريد من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون، نسأل الله العافية ونعوذ بالله أن نكون منهم. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس قال ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم قال فنظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. قال ورأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا إذا رأيته
قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة، أي ناقة صالح عليه السلام الذي قتلها. ثامنا، رأى مالكا خازن النار والدجال. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، قال: فلا تكن في مرية من لقائه. وعن ابن عباس أيضا في رواية قال: ورأى الدجال في صورته رؤي عين، ليس رؤيا منام. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال قال: رأيته فيلمانيا أقمر هجانا. الفيلم أي شديد قوي الجثة، أقمر أي أبيض، هجان أي أبيض أيضا، أي كان شديد البياض. إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، قال: كأن شعر رأسه أغصان شجرة، أي شعره شديدا جعدا. تاسعا، أتت عليه الرائحة الطيبة، رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، إذ سقطت المدرى من يديها، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي، أي هذا الإله هو أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعاها فقال: يا فلان، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، أي إناء كبير متسع، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها، أي وضعت النار تحت هذا الإناء الكبير من النحاس. وأمر فرعون جنوده أن يلقوا بهذه المرأة وبأولادها في النار. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. انظروا إلى صبرها، يلقى أولادها في النار وهي تنظر، فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع على صدرها، كأنها تقاعست من أجله. قال: يا أم، أي الله أنطق هذا الصغير، قال: يا أم اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار: عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابنة ماشطة ابنة فرعون. صاحب جريج له قصة مشهودة، أن كان هناك في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أم أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. الأم حقيقة كانت شديدة. الرجل كان يصلي فدعته فلم يجب أمه، فدعت عليه هذه الدعوة الشديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته، أي أن يقع بها في الزنا، فأبى. فأتت راعيا، أي كان قريبا منه، فأمكنته من نفسها فولدت غلاما. قالت هذه المرأة البغي، قالت: من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. انظروا إلى الناس، الناس عندهم حماقة إلا ما رحم الله، العوام من العمى. المرأة البغي قالت عنه، هم لم يسمعوا، لم يأتوا بالشهود، لم يأتوا بالمواثيق، إنما اقتحموا عليه فآذوه وضربوه وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام، قال: من أبوك يا غلام؟ فأنطق الله الغلام، قال الراعي. قالوا له: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. إذن هذا هو صاحب جريج.
كذلك في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، أي له منظر جميل، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الغلام ثديها وأقبل على الراكب، قال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الغلام. قال: ثم مر بأمه فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، أي امرأة. فترك الغلام ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لما ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، نعوذ بالله من الجبابرة، وهذه الأمة التي تضرب وتعذب، هذه الأمة يضربونها يعذبونها يقولون سرقت زنيت. قال الغلام: وهي لم تفعل. هذا غلام آخر من الذين تكلموا في المهد، قال: وشاهد يوسف عليه السلام، أي في قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قالوا: كان غلاما. قال ابن عباس: وابن ماشطة ابنة فرعون، كما مر معنا في القصة. إذن ابن عباس قال تكلم أربعة صغار، هو حصر هؤلاء الأربعة، لكن تكلم غيرهم كما قلنا: الغلام الذي كان يرضع من ثدي أمه، كذلك تكلم الغلام في قصة أصحاب الأخدود، والله أعلم. إذن كلام ابن عباس تكلم أربعة ليس معناه الحصر على هؤلاء الأربعة. عاشرا: نصحته الملائكة أن يأمر أمته بالحجامة. عن ابن مسعود قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. الحجامة لها فضل عظيم عليكم بها، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر: رأى الشجرة الملعونة في القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى البيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم، نعوذ بالله. المبحث الثالث عشر: فضل المسجد الأقصى. المسجد الأقصى له فضائل كثيرة، ذكرنا منها بعض الأحاديث. عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، أنه يحكم في الناس بحكم الله، والله عز وجل أعطاه هذا الطلب. قال: وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. قال: وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يريد إلا الصلاة في بيت المقدس. قال: لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، أي سليمان، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، أي أن من صلى في بيت المقدس خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، نسأل الله أن يحرره من دنس اليهود. وعن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، أي أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، إذن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتي وخمسين صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولنعم المصلى في أرض المحشر والمنشر، أي موضع النشور وهي أرض المحشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين على الناس زمان ولا قيد صوت، أو قال قيد قوس الرجل، حيث يرى منه بيت المقدس خير له، أو قال أحب إليه من الدنيا جميعا. ثالثا: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هؤلاء الضلال الذين يذهبون إلى المساجد التي فيها القبور يصلون فيها ويشد الرحال إليها، هذا شرك وهذه بدع، نسأل الله العافية. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي، فهو مسجد.
هنا تنبيه راجع مبحث دفع إهام الاضطراب في تاريخ بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الباب الأول الذي مر معنا، وذلك عند شرح قول المصنف حفظه الله: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 اختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود مكانه فحكم بينهم. ذكرنا فيه هذه الفائدة ولله الحمد والمنة، والله أعلم. المبحث 14 حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج. قلنا أننا لا نعلم يقينا تاريخ الإسراء والمعراج، لا نعلم يقينا السنة التي حدث فيها الإسراء والمعراج ولا الشهر الذي حدث فيه الإسراء والمعراج، فكيف لنا أن نحتفل بشيء لا نعرف سنته ولا شهره ولا يومه؟ هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أحد من أصحابه؟ لا، والله أعلم. قال ابن القيم: فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. قال الألباني رحمه الله: وفي ذلك ما يشعر اللبيب أن السلف ما كانوا يحتفلون بهذه الليلة، ولا كانوا يتخذونها عيدا لا في رجب ولا في غيره، ولو أنهم احتفلوا بها كما كان يفعل الخلف اليوم لتواتر ذلك عنهم، ولتعينت الليلة عند الخلف، ولم يختلفوا هذا الاختلاف العجيب، والله أعلم. المبحث 15 ليلة القدر وليلة الإسراء أيهما أفضل؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، فأجاب بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة، فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه من ليالي القدر. قال: وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج. قال: وإن كان لهم فيها أعظم حظ، لكن الفضل والشرف الرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أسري به صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نتحرى ليلة القدر لما فيها من شرف ومن أجر لنا، ولا نتحرى ليلة الإسراء لأننا لا نعرفها، وإنما كان الشرف والفضل والرتبة العليا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. المبحث 16 الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الإسلام. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومر معنا حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. إذن في هذا الدين في الإسلام هناك ربط بين المساجد 3. قال الدكتور علي الصلابي حفظه الله: إن الربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام وراءه حكم ودلالات وفوائد منها. أولا: أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، إذ أصبح مصر رسولهم صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى، وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفترة المكية، وهذا توجيه وإرشاد للمسلمين بأن يحبوا المسجد الأقصى وفلسطين لأنها مباركة ومقدسة. كذلك الربط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو تحرير المسجد الأقصى من أوضار الشرك وعقيدة التثليث، كما هي أيضا مسؤوليتهم تحرير المسجد الحرام من أوضار الشرك وعبادة الأوثان والأصنام. قال الربط يشعر بأن التهديد للمسجد الأقصى هو تهديد للمسجد الحرام وأهله، وأن النيل من المسجد الأقصى توطئة للنيل من المسجد الحرام، فالمسجد الأقصى بوابة الطريق إلى المسجد الحرام، وزوال المسجد الأقصى من أيدي المسلمين ووقوعه في أيدي اليهود يعني أن المسجد الحرام والحجاز قد تهدد الأمن فيهما واتجهت أنظار الأعداء إليهما لاحتلالهما. قال: والتاريخ القديما وحديثا يؤكد هذا، إلى آخر ما قال حفظه الله تعالى. المبحث 17 ما في الدنيا من أنهار الجنة.
جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان نهران، والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. قال الحافظ: والحاصل أن أصلهما في الجنة، أي النيل والفرات، وهما يخرجان أولا من أصلهما، ثم يسيران إلى أن يستقر في الأرض ثم ينبعان. قال: واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة. قال: وكذا سيحان وجيحان. المبحث 18: دروس وعبر من الإسراء والمعراج. أولا: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن رحلة الإسراء والمعراج لهي دليل واضح على نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلى تأييده له، فلو تخلى عن نصرته البشر فإن الله سبحانه وتعالى ناصره. محمد رسول الله لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ربه الذي أرسله. في رحلة الإسراء والمعراج ظهر جليا قدر ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. ثالثا: أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. وصلاته صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء في المسجد الأقصى دليل آخر من الأدلة الكثيرة على أفضليته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء خاصة والخلق عامة. أربعة: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. بسبب ارتفاع المنزلة الرفيعة للصلاة فقد فرض الله الصلوات الخمس على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة وفي هذا المكان العظيم، كما قال ابن كثير: وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. خامسا: الدين النصيحة. كذلك نصح موسى عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. كذلك نصحته الملائكة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنمر أمتك بالحجامة. سادسا: كتب الله على نفسه الرحمة. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فرض الله عز وجل علينا الصلوات الخمس، ثم جعل أجرها كأجر 50 صلاة. كذلك الله عز وجل قال: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ولله الحمد والمنة. كذلك مكانة البيت المعمور. جاء في حديث الإسراء: فرفع للبيت المعمور، قال: فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ثامنا: شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لموسى: سألت ربي حتى استحييت، مع أنه يسأل الخير لأمته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كما قال أبو سعيد الخدري، وقال: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. تاسعا: صديق هذه الأمة، فضل كبير لأبي بكر رضي الله عنه. وهنا ننصح بمراجعة كتاب القول المبين في فضل العشرة المبشرين وتاريخ الخلفاء الراشدين، قد ذكرنا فيه شيئا من فضل أبي بكر ومن خلافته والكلام عنه رضي الله عنه. عاشرا: شدة ضلال المشركين وعنادهم. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. المشركون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحجج والبراهين، ثم بعد ذلك ما زادوا إلا كفرا وعنادا. 11: معرفة مكانة بعض الصالحين من أصحابه وغيرهم، مثل ناشطة ابنة فرعون وأولادها، ومثل بلال رضي الله عنهم أجمعين. 12: سنة الحجامة. مر معنا نصيحة الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بالحجامة. 13: مكانة المسجد الأقصى. مر معنا فضائله والربط بينه وبين المسجد الحرام. 19: فوائد أخرى مهمة ذكرها الحافظ في الفتح، أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها، أي من الملائكة. 2: إثبات الاستئذان. 3: أنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان، كما كان يقول جبريل: أنا جبريل. 4: أن المار يسلم على القاعد، وقال: وإن كان المار أفضل من القاعد، لأن جبريل عليه السلام كان يسلم على الملائكة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يسلم على الأنبياء. 5: استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحاب والثناء.
السادس جواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتنان في وجهه كما مدح جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. السابع جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره، مأخوذ من استناد إبراهيم إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. الثامن جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل، لأن الله عز وجل فرض علينا الصلوات 50 صلاة ثم جعلها 5. التاسع فضل السير بالليل على السير بالنهار، قال لأن الإسراء وقع بالليل وكذلك المعراج، وكان أكثر سفره صلى الله عليه وسلم بالليل، قال عليكم بالدلجة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو السير بالليل، قال فإن الأرض تطوى بالليل. العاشر أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب، لأن موسى عليه السلام جرب قومه فنصح النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر الحافظ أن الجنة والنار قد خلقتا، كذلك استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بطلب من موسى، كذلك بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، هو درس طويل لكن أردنا أن نجعله في درس واحد لعل الله أن ينفع به، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.